من السودان نروح للجزائر. اقتحم متظاهرون في المشهد الجزائري مقر لجنة الحوار والوساطة في العاصمة الجزائر ومنعوها من عقد اجتماع يخص توزيع دعوات المشاركة في جلسات الحوار الوطني لشخصيات وناشطين في الحراك الشعبي. وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام عدد من الشباب لمقر لجنة الحوار والوساطة بالعاصمة الجزائرية للتعبير عن رفضهم لاستمرار عمل فريق اللجنة بهدف أو مبرر أن يدعم خطط الحوار برؤية الحكومة الحالية، مطالبين بوقف مسعى الوساطة والعودة إلى الشعب السيد وصاحب الكلمة بحسب تعبير طبعا المحتجين. وجدير بالذكر مشاهدين أن لجنة الحوار والوساطة الجزائرية بتعقد اليوم اجتماع يخص توزيع دعوات المشاركة في جلسات الحوار الوطني لشخصيات وناشطين في الحراك الشعبي. أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط يشاركنا بالحوار في كل هذه التداعيات. أستاذ محمود تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك يا آية، أهلا بك. رفض المتظاهرين لتمثيل لجنة الوساطة للحراك في المشهد الجزائري انعكاساته إيه بالضبط في الفترة اللي جاية على الجزائر؟ أولا ما جرى هو حلقة ضمن سلسلة من الرفض المستمر لي استمرار لجنة الحوار بتشكيلها الحالي أولا، وأن يجري الحوار في ظل وجود حكومة بدوي والرئيس المؤقت بن صالح. يعني أولا يعني يجب أن نوضح الصورة، ما جرى مسألة اقتحام العدد لم يكن يصل إلى 50 شخص مثلا، ومجموعة من الشباب السائر الذي يعني انفعل بشدة رغم محاولة كريم صالح وبعض أعضاء اللجنة منهم ممثل المجاهدين القدامى في ايام الاحتلال الفرنسي ان يستوعبوا هؤلاء الشباب وان يدعوهم للاستماع او للمناقشه او ما الى ذلك. هم مجموعه من الشباب الغاضب اي نعم، وعددهم ليس كبير، ولكن هم جزء من الحراك الشارعي الجزائري الرافض لاستمرار حكومه بدوي واستمرار الرئيس المؤقت بن صالح. لجنة الحوار نفسها عليها تحفظات سواء على التشكيل أو المدعوين للمشاركة في الحوار. مسألة حكومة بن صالح التي لا تحظى بأي أقصد حكومة بدوي التي لا تحظى بأي قبول في الشارع الجزائري، وشخص بدوي نفسه لأن الرجل له سوابق مع الشعب الجزائري مرفوضة، خاصة الثوريون والذين يتحركون في الشارع، وهو ليس في مصلحة الحوار وليس في مصلحة إنهاء حالة السيولة بالجزائر. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على هذه المشاركة والإيضاحات. فقرتنا الحوارية هتبدأ معكم بعد دقائق، وبعد هذا الفاصل دائما ابقوا معنا.